السلام عليكم، اخباركم ايه يا جماعه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الطريق الى باتل فيلد 5. هنكمل في الفيديو ده الكلام عن كل المعلومات المتوفره عن باتل فيلد 5 واللي تم ذكرها في مؤتمر صحفي خلف الابواب المغلقه، وهنتكلم عن خصائص جديده في اللعبه زي اللايف سيرفيس الجديده اللي باسم تايدز اوف فور، والخاصيه الجديده اللي باسم ذا كومباني واللي بتجمع فيها جيش كامل خاص بيك، وهنتكلم عن تطويرات اسلوب اللعب واطوار اللعب الجديده والتقدم في اللعبه او البروجريشن سيستم. اول حاجه هتكلم عليها هي البيزنس موديل الخاص باللعبه، واهم حاجه في الحته ديت هي ان مفيش بريميوم باس تاني، بمعنى ان مفيش اي توسعه او اي دي ال سي تدفع فيهم فلوس بعد كده. يعني كل الخرائط والاسلحه والمركبات الجديده اللي هينزلوا هيبقوا متاحين لكل الناس اللي اشتروا اللعبه ومجانا. الخبر الثاني الجميل جدا ان اللعبه ما فيهاش صناديق القمار او الحظ اللي بيتقال عليها لوت بوكسز. اطلاق اللعبه هيكون يوم 19 اكتوبر القادم، وهيكون في نسخه ستاندرد ب $60 ونسخه تانية ديلوكس ب $80. الفرق ما بينهم شويه حاجات تجميليه، واصحاب النسخه الديلوكس هيقدروا يلعبوا اللعبه بدري 3 ايام. اما اصحاب اشتراكات اورجن اكسس على البي سي واي اي اكسس على الاكس بوكس فهيقدروا يلعبوا جزء من طور القصه والطور الجماعي في اللعبه بدايه من يوم 11 اكتوبر. وبما ان اللعبه ابتعدت عن نظام البريميوم باس الفاشل اللي كان بيتسبب في تقسيم اللاعبين، فهم عملوا حاجه جديده بديله عنه. ما هو لازم برضو يدخلوا فلوس علشان يستمروا في دعم اللعبه. النظام الجديد اسمه تايدز اوف فور، بيتكون من شابترز او فصول، وكل فصل هيقدم لنا قصص جديده وجو جديد مختلف تماما، بيحكي او بيدور حوالين حاجه حصلت في الحرب العالميه الثانيه، وهيكون في اضافات جديده زي الخرائط والاسلحه والمركبات. ده بالاضافه لتطوير الحاجات اللي موجوده في اللعبه اصلا زي الخرائط اللي هتتطور مع مرور الوقت. وكل شابتر هيبقى فيه حاجات تجميليه او كوزماتكس جديده بتقدر تاخدها من مهام معينه بتتحدد يوميا او اسبوعيا، وفي حاجات تجميليه برضو تانيه جديده بتشتريها. وتلخيصا للبيزنس موديل بتاع اللعبه، هو هيكون متشابه جدا مع لعبه فورتنايت. اللي بيلعب فورتنايت عارف ان بيبقى فيها سيزون، كل سيزون بيبقى حوالي 10 اسابيع تقريبا، بتشتري له باتل باس وعن طريقه بتقدر تفتح سكنز وحاجات مختلفه جوه اللعبه. باتل فيلد 5 هيبقى البيزنس موديل بتاعها شبه كده تقريبا. المهم بقى ان كل الشخصيات اللي انت بتطورها ديت وبتغير شكلها بتكون حاجه جديده اسمها ذا كومباني. الكومباني ديت عباره عن الجيش الخاص بيك، بتصمم جنود ودبابات وطيارات واسلحه وتحطها في الكومباني بتاعتك بحيث تقدر تستخدمهم بعد كده في اللعب. اي حاجه هتعملها واي حاجه هتتقدم فيها في اللعبه هتبان في الكومباني بتاعك، بمعنى ان اي بروجريشن تعمله هتقدر تتابعه من الكومباني بتاعتك. البروجريشن بتاعك في اللعبه او التقدم في اللعبه ديت بيبقى من خلال 5 محاور. المحور الاول هو الليفل بتاعك للشخصيه، وده مجرد منظر بس وبيقول انت لعبت اللعبه قد ايه. اما المحور الثاني فده ليفل الكلاسات بتاعتك زي باتل فيلد 1 كده بالظبط، وده بيفتح لك الاسلحه والمعدات والبيركس والاكزوتيك للشخصيه بتاعتك، وهنتكلم على موضوع الكلاسز والبروجريشن سيستم بتاعهم بالتفصيل كمان شويه. بالنسبه للمحور الثالث فهو بروجريشن او تقدم خاص بكل سلاح لوحده، وده بيخليك تفتح حاجات للسلاح وتغير في امكانياته وتفتح حاجات تجميليه ليه كمان. المحور الرابع بقى هو البروجريشن الخاص بالمركبات او الفيكلز، وده برضو بيفتح لك حاجات لكل مركبه على حده، منها بيركس بتغير في اسلوب لعب المركبه تماما وحاجات تجميليه كمان. اما المحور الخامس هو التقدم في الفصول او الشابترز، لان كل فصل او شابتر بيبقى بيحكي عن حاجه معينه او وقت معين في الحرب العالميه الثانيه. بالنسبه للكلاسز بقى، احنا عارفين ان باتل فيلد 1 كان فيه 4 كلاسز موجودين فيها اللي هما الاسالت والميديك والسبورت والريكون. اسامي الكلاسز اللي موجوده في باتل فيلد 5 متشابهه جدا مع باتل فيلد 1، الا ان فيها اختلافات كبيره جدا. اللي هيحصل ان هيبقى في حاجه جديده اسمها اركتايب او نماذج متخصصه لكل كلاس موجود. يعني مثلا كلاس الاسالت او الكلاس الهجومي ممكن تخليه يركز ان هو يبقى مضاد للمركبات بس، وبالتالي يبقى معاه متفجرات كتيره او معاه اسلحه بتدمر المركبات كتيره، او ان انت تخليه مضاد للمشاة، فبالتالي الاسلحه المضاده للمشاة هتبقى اكتر معاك. والموضوع مش موضوع تغيير اسلحه بس، وانما في بيركس واكزوتكس كمان بتتغير. لو بصينا صوره الريكون ده هنلاقي تخصصات كتيره ممكن تغيرها، منهم حاجه مثلا اسمها سايلنت فوت ستيبس، دي بتخليك ما تتسمعش وانت ماشي جوه مبنى. ومع كل اركتايب بتتغير في حاجات في خصائص الشخصيه كلها
زي ما انتوا شايفين في الحتة اللي فوق ديت بتتغير. المهم في النقطة دي ان مع كل فصل او شابتر جديد في اللعبة هيبقى فيه حاجات جديدة تضيفها للشخصية بتاعتك، سواء بيركس او اكزوتكس او اركوتايب او حاجات تجميلية. طبعا احنا ما عندناش المعلومات الكافية عن كل التغييرات اللي حصلت للكلاسز، وانما اعتقد هنقدر نعرفها بعدين في مؤتمر اي اي بلاي اللي هيتعمل في الاي 3. بالنسبة بقى للتغييرات اللي حصل في اسلوب اللعب فكانت كتير جدا، وكنا اتكلمنا عن جزء كبير منها في الجزء الاول من الفيديو دوت، وهتلاقوا اللينك بتاع الجزء الاول من الفيديو دوت في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت. لكن في حاجات احنا ما اتكلمناش عليها لان هي ما كانتش معروضة في الاعلان بتاع باتل فيلد اللي احنا حللناه الفيديو اللي فات. اول حاجة مفيش بوهيمس او مركبات عملاقة تاني زي المنطاد او السفينة او القطر اللي كانوا موجودين في باتل فيلد 1. كنت انت تبقى ماشي في الخريطة كده تلاقي حاجة وقعت فوق دماغك موتتك، جت منين؟ جت من البوهيمس، من منطاد مثلا او من القطر او من السفينه. مش هيبقى فيه اليت كلاسز زي اللي كانوا موجودين في باتل فيلد 1، زي الراجل اللي كان بيبقى ماشي معاه المدفع الرشاش دوت، او تانك هانتر اللي كان بيضرب الدبابات واللي كنا بناخدهم من اماكن مختلفه في الخريطه. طور اللعب كونكويست هيرجع تاني زي الاول بنفس نظام النقط القديمه اللي كان موجود في باتل فيلد 4 بدل النظام اللي كان موجود دلوقتي في باتل فيلد 1. كان في ناس كتيره معترضه على النظام اللي كان موجود دلوقتي في باتل فيلد 1 وكانوا بيتمنوا ان هم يرجعوا للنظام اللي كان موجود في باتل فيلد 4. باتل فيلد 5 فعلا هترجع للنظام اللي كان موجود في باتل فيلد 4. السبوتنج هيتغير تماما ومش هيبقى زي الاول، وهيبقى التركيز ان انت تلعب مش تقعد تشاور على ناس او تبص على الخريطه الصغيره اللي على تحت. بس في كلاسات بيبقى في عندها بيركس تقدر ان هي تعمل سبوت الناس، زي كلاس الريكون، لان كلاس الريكون دوت هو وظيفته ان هو يروح ورا خطوط العدو. حاجة ظريفة كنا اتكلمنا على جزء منها في الفيديو الاولاني، ان لما حد يموت جثته بتفضل موجودة على ارض المعركة لغاية لما ينزل تاني، ويقدر يطلب المساعدة من اللي حواليه، والجثث اللي واقع على الارض تقدر تتفاعل معاها، واي حد يقدر يجرها، وكمان اي حد من فرقتك ممكن يصحيك، بس بتاخد وقت. لكن لو لاعب ميديك هيصحيك فالموضوع هيبقى اسرع شوية. يعني تعالوا نحط سيناريو ظريف، انت مت مثلا وفي واحد زميلك واقف جنبك بس في ضرب نار كتير، وببساطة شديدة حتى لو هو مش ميديك ممكن يسحب الجثة بتاعتك يخبيها ورا حيطة وبعد كده يبتدي يصحيك. لو هو ميديك هيصحيك اسرع، لكن لو هو مش ميديك هيصحيك بس ابطأ شوية، وهياخد وقت الانيميشن بتاع الريفايف. لو محدش صحاك انت بتروح على شاشة اللي هي الشاشة بتاعت الريسبون. الشاشة بتاعت الريسبون بتقدر تشوف فيها كل زمايلك في الفرقة بيعملوا ايه قبل ما تنزل عليهم، بحيث لو حد مثلا بيتضرب عليه نار، لو حد جاي دبابة هتدوسه ما تنزلش انت عليه. ما يحصلش اللي كان بيحصل في العاب باتل فيلد قبل كده ان انت تروح نازل تلاقي واحد بموتك في ساعتها على طول. حاجة تانية مهمة جدا ان هما هيغيروا حاجات في طريقة اللعب بالاسلحة. في باتل فيلد 1 كان الريكويل او رد الفعل بتاع السلاح مش ثابت، بمعنى ان الطلقات كانت بتروح في اماكن عشوائية. الكلام دوت ما كانش موجود في العاب باتل فيلد اللي قبل باتل فيلد 1. في باتل فيلد 5 هيرجعوا موضوع ان الريكويل او رد الفعل بتاع السلاح هيبقى ثابت، بمعنى ان انت لو انت بتحب تلعب بسلاح معين وفضلت تلعب بيه فترة ممكن تتعلم رد الفعل بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي، بحيث ان انت تتحكم فيه كويس ويبقى ثابت في ايدك. اللعبة هتبتدي بمجموعة خرائط كبيرة لسه مش عارفين عددها بالظبط، بس هتكون موجودة في فرنسا وافريقيا وصحراء شمال افريقيا وروتردام. تور اوبريشن او عمليات اللي انا شايفه احسن تور لعبة عمل في تاريخ سلسلة باتل فيلد، اسمه اتغير الى جراند اوبريشن او العمليات الكبرى، ومش اسمه بس اللي اتغير، في حاجات كتيره اتغيرت. طور اللعب بقت احداثه عباره عن اربع مراحل او راوندز مختلفه، كل واحده بتمثل يوم كامل خيالي. في اول راوند الفريق المهاجم بيعمل اسقاط مظلي على مناطق العدو زي ما شفنا في افلام كتيره في الحرب العالميه الثانيه، وزي اللقطه ديت من الاعلان بتاع باتل فيلد 5، بينما الفريق المدافع بيعمل تحصيناته علشان يدافع ضد المهاجمين. لو الفريق المهاجم نجح انه يعدي التحصينات دي بيتقدم للراوند الثانيه والثالثه، وكل فريق بيحاول يهزم الثاني، وكل راوند عدد اللايفز او فرص الحياه لكل فريق بتبقى معتمده تماما على الراوند او المرحله اللي قبلها. لو الفريقين وصلوا للمرحله الرابعه الموضوع بيبتدي يتغير تغير كامل، بتخش المعركه معاك خزنه واحده بس ومفيش ريسبون، بمعنى اللي بيموت ما بيقدرش يصحى تاني لغايه لما فريق كل اللي فيه يموتوا فالفريق التاني يكسب. شكل التغيير ده ممتع جدا جدا. اللعبه هيتضاف لها حاجه جديده وهو تور كو اوب او تور تعاوني، هيبقى اسمه كومبايند ارمز. اخر حاجه شفناها زي كده كان في باتل فيلد 3. باتل فيلد 3 كان فيها كو اوب او فيها تور تعاوني، كانت الناس بتقدر تلعبوا مع بعض. على ما اعتقد هيكون شبه التور التعاوني اللي موجود في لعبه باتل فرونت 2 لو حد لعبها. وهم قالوا كمان ان
الطور التعاوني دوت هتقدر تطلع منه حاجات تجميلية للشخصيات بتاعتك وللمركبات بتاعتك مش هتقدر تجيبها من المالتي بلاير. طبعا طور القصة لسه موجود في باتل فيلد 5 وهو عبارة عن قصص متفرقة زي باتل فيلد 1 او وور ستوريز. الوور ستوريز في باتل فيلد 1 كانت اكتر من ممتازة، واتمنى ان هي في باتل فيلد 5 تكون احسن. وهم قالوا ان احتمال كبير في كل شابتر او كل فصل من الفصول اللي احنا اتكلمنا عليها هينزل فيها قصة جديدة. اتمنى يكون كلامهم المرة دي مظبوط. في النهاية احب اقول رأيي الشخصي عن باتل فيلد 5 حتى الان. اللي احنا عرفناه عن اللعبة بيدل ان هي فيها تغيير كبير جدا، ومن اكبر التغييرات اللي اتعملت في تاريخ لعبة باتل فيلد. وصدقوني لو قلت لكم ان التغيير دوت انا ما شفتوش في لعبة باتل فيلد قبل كده. انا بلعب باتل فيلد من ايام باتل فيلد 1942، لكن انا ما شفتش تغيير ما بين جزء للجزء الثاني زي التغيير ما بين باتل فيلد 1 لباتل فيلد 5. التغييرات ديت اكتر من ممتازة. التغييرات ديت هتدخل حاجات احنا ما شفناهاش اصلا قبل كده، ولا كنا نتصور ان هي موجودة في اللعبة، زي الفورتيفيكيشن او التدعيمات، زي ان انت تقدر تبني حاجة قدامك وتحمي مكان معين انت عايز تحميه. موضوع الريفايف اللي يخلي اي واحد في السكواد بتاعك يقدر يصحيك، ده هيخلي السكوادز كلها تلعب جنب بعض. موضوع ان انت الهيلث بتاعتك ما بترجعش بسهولة، معناها ان انت هتحتاج واحد معاك ميديك في السكواد عشان يصحيكوا بسرعة وعشان يديكوا هيلث. موضوع ان الذخيرة اللي موجودة معاك قليلة وبتخلص بسرعة، ده هيخلي فيه اهمية ان يكون فيه واحد من كلاس السبورت معاك في السكواد. موضوع ان كل لما السكواد لعبت مع بعض، كل ما عملوا سكور، كل ما قدروا ان هم يعملوا حاجات او يطلعوا اسلحة او يضربوا صواريخ عن طريق السكور دوت. كل الكلام دوت هيخلي الناس تلعب لعبة تعاوني شوية ما شفناهوش قبل كده في باتل فيلد اللي فاتت. موضوع ان مفيش بريميوم باص لاول مرة، ده موضوع اكتر من رائع، ومش هيقسم الكوميونيتي زي ما كان بيتقسم قبل كده. كان قبل كده تلاقي واحد بيلعب في الخريطة الاساسية وصاحبه بيلعب في الخريطة اللي نازلة مع التوسعة او الدي ال سي، لانه صاحبه الاولاني ما كانش معاه فلوس ان هو يشتري الدي ال سي او يشتري التوسعة ديت، او حتى مش مقتنع بيها. دلوقتي كل خريطة هتنزل جديدة كل الناس هتقدر تلعبها مع بعض، كل سلاح هينزل جديد كل الناس هتقدر تستخدمه. اتمنى بس ان هم ما يقللوش من دعم اللعبة او يقللوا من عدد الخرائط اللي بتنزل للعبة بسبب عدم وجود سيزون باس. وان كنت اعتقد ان الكلام دوت هيعتمد على نجاح تايدز فور اللي هم حاطينها مكان السيزون باس. لو الناس صرفت فيها واشترت حاجات كوزماتكس وحاجات تجميليه هيبقى الدعم للعبه قوي جدا. لو الناس ما صرفتش فيها كتير هيبقى الدعم للعبه مش قد كده. وجوده كوب ممتاز للناس اللي احيانا بتبقى عايزه تلعب مع اصحابها بس عايزين يريحوا من البي في بي، فهيبقى مكان ظريف الناس تخش تلعب فيه مع بعض بعيد عن الضغط احيانا بتاع البي في بي. في حاجتين الناس معترضين عليهم اعتراض كبير قوي، موضوع وجود سيدات في اللعبة وموضوع الحاجات التجميلية اللي موجودة في اللعبة اللي ممكن تحسسك ان انت مش في حرب. طيب خلينا نتفق ان دي لعبة، دي مش فيلم تاريخي ولا فيلم توثيقي لاحداث في الحرب العالمية التانية. تاني حاجة، الراجل اللي معترض على وجود سيدات في اللعبة دوت، انا احب اقوله كلمة واحدة بس، حضرتك تافه ومش هزود اكتر من كده. موضوع الحاجات التجميلية اعتقد ان هم عاملينه بشكل كويس بحيث ما يضيعش شكل الجيوش. ممكن تحط جاكيت، ممكن تحط شكل للوش، ممكن تحط دهان للوش، ممكن تغير الايد تحط الايد الصناعية ديت لو انت ايدك مقطوعة مثلا ولا حاجة. غير كده ما اعتقدش الموضوع هيبقى شكله فج زي ما الناس فاكرة ان هو هيبقى فج قوي يعني. بس دعونا نتفق ان دايس واي اي فشلوا فشل ذريع في عرض هذه المعلومات للناس، وانا لغاية دلوقتي ما عنديش اي فكرة ليه المعلومات ديت اتعرضت للناس ورا الابواب المغلقة وما اتعرضتش في المؤتمر اللي اعلنوا فيه عن باتل فيلد 5. اعتقد ان احنا كده قدمنا معلومات كفاية عن باتل فيلد 5، واتمنى تتفرجوا على الفيديو الاولاني اللي انا حللت فيه الاعلان بتاع باتل فيلد 5، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات عن باتل فيلد 5 مش هتقف وهنكمل لغايه لما نوصل لاطلاق باتل فيلد 5. كل معلومات جديده هتنزل انا هعمل لكم فيديو عنها وهقول لكم عليها بحيث تتابعوا كل المعلومات الخاصه باللعبه لغايه ميعاد اطلاقها ان شاء الله باذن الله. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديوهات جايه. السلام عليكم، وكابتن ايجو حيكم.